فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كثير من الناس اليوم ينكرون على الإمام إذا قرأ مقدار وجه من طوال المفصل. مقدار إيش؟ مقدار وجه من صفحة من طوال المفصل أو أوساط المفصل، وهذا يكون على ركعتين، ويذكرونه بحديث معاذ. يقول: هل التخفيف يكون حسب أهواء الناس وطلب الجماعة؟ التخفيف والتطويل حسب السنة، يكون حسب السنة، والفجر تطول فيها القراءة ولا تخضع لرغبات الناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.